شبشب. أهلا المحترم، أحترمه يشرب دمه. لايف؟ للأسف. هلا بصاحب السمو. اليوم صاحب سمو عن جد. الله يا لبي، كرسي طويل من ورا. ايوه كرسي هنا بتبرق بارق. فنزاتي اللي عم تحضروني، كيفكن؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ماشي الحال؟ هيا استاذ عبد الله. هلا والله، هلا والله. اهم شيء سرقت 800 دولار تعودة قطر، ما تكنش عم تحضرني. هذا اللي بيقولوا لمريم حمود. صاحب السمو، لا بقلك يا ربي، اقسم بالله مستحق اجلعك. ايمتى الافتتاح؟ جمعة الجاي الافتتاحية. الاجمع الشو الاجو قالوا لي انت عندك نسبة متابعة كتير من هنا من سوريا، يعني بتعرفوا بلديات واتحاديات وهالقصص. قال انت عندك نسبة متابعة كتير، لو سمحت الكرمال كورونا ما كورونا، قال الافتتاحية ما لازم تكون فيها ضجة كتير. قال بدنش يكون فيها ضجة كتير وعالم برا وهيك. قال على الضيق والخفيف، ما فينا نعجق العالم لانه مش عارفين فنزاتي اذا حضروا، اذا جاوا فنزاتي ترى الناس تروح كذا. بلم الجماعه من قدموس يا جماعه الخير، اقسم بالله. يوم التنان واللي هو التنان، هالتنان جاي التنان، يوم الجمعه ولا السبت؟ الجمعه، سبت احد تنان، يوم التنان يا جماعه الخير يا لبه عليكم. اللي بده يجي لعندي يوم التنان يأرجل تعه، انا قاعد هنا من الصبح التنان، اقسم لكم بالله. قبل الافتتاحية بنجي عشان نجرب. بس هن قالوا لي انه خلص نحن بنفتح البوابه، بس ما تقول يا عبد الله للعالم انه بدي افتح يوم التنان. يوم التنان افتح قبل، افتح عشان اعود هالجرسونيت، مش عودهم يروحوا يجوا اذا طلب يعرفوا كبسة. رايحه الله معك، في امان الله، مع السلامه. تقوليش انه عم نمقل. جود نايت. كم من انجليزي؟ اوكي ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله بكره نشوف. اوكي هلا. يا اخي ترى عندي موظفين يقولوا لي جود نايت وباي. مسخر يا حبيبي، لك جدر يا ام احمد نعم ان شاء الله. قال شو؟ جود نايت عبد الله. انا ردت يا مسحري دمير مين مسادر كياتا مسادر كياتا مسادر كياتا. قال جود نايت. قال بيسلموا علي الموظفين قبل ما يروحوا. يا مسحري وبدي ودي وجهي انا. كنت شوف حالي انا هلا يا ويلي يا لبي يا لبي تنفس اصطناعي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي مش عم بقدر يا ويلي يا ويلي. قال صار يقولوا لي جود نايت. قال انا عندي مطعم رمسحريني يبعث لك جدري بالرحمه ان شاء الله يا سهيلي. قال بتسلم علي الجرسون بتقول لي باي استاذ عبد الله. مسحريني بدي من ينفخ في يعني بس. يا ويلي مش عم بقدر اتحمل مش عم بقدر اتحمل. يا ويلي على الخبريه يا ويلي. بس بدك شي استاذ عبد الله نحن تحت. اي بعت لك جدري يا مشوق. قال انا صرت قال لك اجرع معش في خمس مصدق. يا لبي يا لبي يا لبي. قال شو؟ جود نايت استاذ عبد الله. يا مشحر يا
بعطلك مرض يا مشوقة. مش عم بقدر اتصبر بناب. قال بسلموا عليك جرسون. قال انت شوفوا لما ايزي على صف السيارة وانزل افتحوا لي البيب. استاذ عبد الله استعب خلاص خجل كتير هالقاد. يا ربي يا ربي. يا ويلي يا برادة قلبي. الله يبرد قلبي. الله يبرد قلبي على الكلمة اللي عم بسمعها. قال بدخن سيجارة بنفط بيركضوا كلهم. قال بيقولوا صح السيجارة بيقولوا يا مسحرين يا مشوقي بعطلك جدري انت ومريم السيدال. استاذ عبدالله يا مسحر. نرجع لموضوعنا. قال شو؟ قال شو؟ ايه فهلا التنان تعو دي هون تعو. انا التنان عادي حافتح التنان بس اني قالوا لي انه ما اعلن انه يفتح التنان لانه يمكن بيجوا كتير. انا صار كتير عم بيدققوا هيك رفقات وفنزات وخاصة اللي اجوا من الاغتراب. اذا بتجوا التنان مش بتقولوا عبد الله طلع لايف وقالنا تعو التنان حارق دينكم بالقلب. بتجوا على انكم صدمتوا مفتوح جرسوناش. اوكي خلص تجوا قال انتوا هيك من باب الصدمه. كن انا قاعد هنا دغري بالكومباي من فوق من طابقين. انا هنا اهتمت بالديواني انا يعني بحب الديواني فوق في اي بي تحت تنرقعوا عادي. وين العنوان؟ حد كريمينو بيصور ان شاء الله يكون كريمينو عم يحضرني. كريمينو طار دعاء اذا انت بدكش دعاء بس اي حد كريمينو بيصور سانتر هيدا اللي عم افرق الشبريحة ستو اميرة الان ما برا بتضوي بالذهبة. ما حدا يقلي شو ببيع بالمحل لو سمحتوا هالسؤال ما حداش يقلي. وحتى شغلة عارفين شغلة اقول لكم اياها كمان عطوراتي موجودة صارت هون بالكافيه والمباخر حقتي عاملهم ستاند تحت وفاص يوم القفص هيك بيعطيكم انينه الريحه مثل ما عم قلكم. اللي بده يجي لعندي اهلا وميت سهله. اللي بده يجي لعندي اهلين وميت سهلين. مع السلامه. انتوا اهدى مش اسمعوا لكم ستو أميرة يا تقبروني. هادي ستو أميرة اللي مسحرين اسمي كوي ليك ما تذكر مسيو عبد الله معش فيه. لا لا بس يقولوا لي مسيو عبد الله بقسم بالله بس يقول بدي فاق بس لفق لحظة بس تذكر حالي مسيو بالإنجليزي كمين بدري بالفرنسي مونسيور. اسمعوا قال بس يقولوا لي مسيو عبد الله. لا قال في وحدة اتصلت مرحبا يا عبد الله مبروك الكافيه مبروك نهاية شهر 8 بدي اعمل عرس بنتي عندك. يا لبي صارت صالت احراس بكره بنجيب الحجه اللي تقول ما ولد زفي من برا لجوا بكيفي اللي عجب عجبه ما خصني انا ناس تحبني لانه عامل عرض مع كل عرس زلاغيت مجانا وحنا للعروس بفتل حواليه. في عندي حجز عرس بشهر 8 قال انا عندي صاله اعراس عرفته هي كافيه صارت صاله اعراس بعد بكره بتلاقوا العروسات كلها هنيك بوقفي قدام الارمه ستو اميره. ايه ليش لا هلا بعد جبت تمثيل هنا فستان كشكش بده يوقفوا هنا اللي عجبوا اها اللي مش عاد لطيف اللي مش عاد بيرا مع السلام. ايه من هذا اللي اجي درملت وحده. ايه والله هلا محجوز صار عندي 8 أعياد ميلاد 8 أعياد ميلاد هودي حاجزين خطبة وعرس. يا لبي زلغت هنا لبرا على الشارع وفرقع كمان. أنا رح زلغت لك بعرسي للعروس اللي عم تحضرني من جيرماني ميونخ. تحية إلى ميونخ. انتوا بس تجوا على الكافيه قولوا لي مسيو قدام الجارسونيه تقولوا لي مسيو انه انا مسيو
ويلي بس اتذكر انه مسيو معشفي مش قلبي مش عم بيطوعني بتقولوا لي مسيو سامعين بس نقعد هنا بتنتقوا من حالك ومنلتوا ومنعجب بس انه اول ما تشوفني مسيو عبد الله مسيو ليكم هذا الشريك طالع على الدرج قصي لا حكينا ولا شفنا ولا سمعنا ولا من يحزنون برجع مسيو محترم انا شريكه بالشغل ولا كلمه سامعين بس يطلع بقلكم دغري على المقدمين ومش عارفين ايمتى الافتتاحيه وكل شيء تعملوا حسابكم هيك عارفين مش بتقولوا اي ساعه وما اي ساعه وبتقعد تسالوا اوعها هو شريكي كتير مهضوم قريب للقلب بينحب الخسارة عليه والربح عليه اسم موظفاتي خلاص خلاص طيب خلصت شكرا طيبين اي طيبين صدل عليك يعطيك العافية طالعين سبعة لحتى تقيموا هالجار شو انت حبي حتان ها شو انت حبي حتان يا الله انا حبي حتى معش فيه اي خلص معش عم بدلعوني رجع كفي ماي ها خلص كم عبد الله عيل عنا نحن عالكلمة ها لا خلاص بدك عم تسألني اذا بدك قلبي الصبي خي طفع قلبي ما عادش يتحمل هالقد دلع هالقد دلع خلص انت تعال هالقد دلع واحد ما عندنا اثنين ولا ايه روح الله يعطيك لا يرضيك يا زلمه عنسي جوزة ايش في قلبي وين ايش في صراحه كتير هالقد مش عم بقدر هاوي مش جاي وسهران مش حتولعت مره ثانيه اكيد بتسالني اذا بدي شيء بعرف نزلت من بيو ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ كم تسأل إذا مشوب وفط؟ شو بيلي أنا من كلماتكم عم شوب بحيط الله شايف يا ربي دخلك شو هكت شعارك هالقد حبيبتي يمي على هالفستان ووصلني للعلا العلا الصديق؟ العلا هداك العليا لا في علا بالصديق خلاص هلأ علا علا كمان تسألني بدك شيء عم عش في افتح هالمي ونزل رجع طلعت اكيد جاي تسأليني شو بدك صح عايز يا مش حارينا سألتني عايز شو معش في لا سألتني عايز يا ويلي يا ويلي يا ويلي ما بعرف ما عاد تجيبولي ماء الغريب ماء الغريب ما عاش حدا يسألني اذا بدي شيء وعاوز شيء رح موت خلص كل شوي بدك شيء معاوز شيء خلصنا والقرآن صحيتونا يا ويلي يا قلبي شكرا عم يحضروا اللايف تحت عامل كرا اوكي هنا وزلغته رأس على المجريفان يا عم شحر يا عبد الله الضحم المحترم نحترمه المش محترم نحرق دمه يا خيتي بقعد هيك ألبسه كلماتي وعباراتي البلا أدب البلا أخلاق معلقة على الحيطان طراني بلا أدب بلا أخلاق ملاحظة رح أقلب لكم الكاميرا لحتى أفرجيكم شيء المحترم احترمه شايفين هالعبارة كتير مهمة بحياتي ممنوع دخول التسات والمكيودات أنا عبد الله ترى اسمي كبير مرة هذا عشان فقع المنقهرات الميتات اوكي هو عبارات اللايف شفتون تنامي بين الفيران من قليلة الجيران موتي يا مريضة يسمي يسمك يهر سنانك بيتمك ساحق وميحق وغضب فوت بدأ ما تظهري من ده اما البرايفتيت الحاج الجمانة حجزت هذه ما شاء الله عليه هودي البرايفت هنا هالصورة بس عشان صورة بعد بدي كهدي بدي كبرها حطها هون كلياتها حدا شي يعجب
هاي يا لبال ورد رسوا الورد ورسوا الفل خلي الفرحة علينا تهل ليكو كريستي مكبري يا لبي يا عبدالله لها أنا جبتها تشطف لك صورتي هونيك تحت هونيك الصوالين ستو أميرة بالعالي بعد هو بدي عبيهم كلياتهم أكيد كريستي وهيدي لجري المحترم نحترمه نشرب دمه اخ لايف لايف عفك هذا كان بتصلي صار شو فيش عندي فيش قوة على وجهك عم بلطم حظي لا عم بتوضعي عم بلطم حظي كانت ايه وشان تعمل فاتح لايف انا وفنزاتي اه شو اسم المطعم باي منطقة اسم المطعم بنت الهدى ست واميرة شو بده يكون اسمه يا ست واميرة مثل ما انا شعرت فستان امي المكشكش تعال عرفته قل لهم هاي لفنزات ولعبد الله قل لهم هاي سي هاي Say hi. قلو hi. Say hi. مش مصبر بنبص طب. تحية من كربلاء. هلا والله من النجم. مريم حمود زلفي. ترك خايس اقسم بالله زلفي. جيب 800 دولار دينتك يوم للإقامة يا واطي. جيبيهم لهنا. جيبوني قليلة الأديب. جيبيهم لهنا. تعب الشمعة عليكي. لا مش خاطم معمل. خواتمي كله هالقد لأنه نصحت معاش عم بفوتوا بيدي. تعرفوا خواتمي هالجافي موتي يا مريضة بقلبك. هاك الخاتم كل خاتم. فالمحبس لقيته أوسع الشيء. أنا بجيبه أحجامك لأنه المحبس كتير بغيره أنا. كل أسبوعين ثلاثة بنغير. تعرفوا. عشان هيك هلا قاعدين بهالكافيه اللي بتفوت ومبيني غرتها دغري بنكتب الكتيب تحت رجع لنا موقع المطعم مفرق الشبريحة جنب الكريمينو حد الكريمينو دغري المحترم احترموه معاش حدا يقول لي مسيو لانه معاش يخلق قديش في نسبة عالم من قهرة هالحين؟ تحية من السعودية أحب بلد على قلبي هلا والله الأرض المملكة كله راح بين الغرة ما بتعرفوش ما بتصير هلا انا عجبتني وحدي يعني هذا اللي مبين شعراتها عجبتني انا عم حدثها عني بس حطيتها بالجو قلت لها اذا بيجي حدا انه حلو حلو وهيك حرك بدي حدا مقيق حدا هيك كله حركه بحبش الرخيه والني الني بحبيش بحبها هيك هي ايه عبد الله قوم ادبك تدبك معي ارقصت ارقصت زلغت تزلغت هيك بحبها انا لما ارتم مشلفه توقف على البرندات لا تحت على الاولاد صرخ على اولاد شهنات صرخ على اولاد منات لا عندي بس من الرحمن هيك بحبها ايه فجره بحب زلمه بحبش عامله هيك بحبها لا صوت عالي امشي فيش حدا بيمشي الشلالف ماشيين بهالبلد نو برنو يا وباخد هايدي وباخد هايدي ما بدي اياهي بدي وحدي فاجرة حد مني هني اللي خلق بعد دلع خلصنا لما تخني دلعنا دلع حدي عزبك عزبك ما عزبك شايني معنس وقعد مرتاح السلام عليكم حبيبي انا موجودة يعطيك هافي حبيبي انت اشطف كنس زين انا هبك زين انا اعطيك 100 دولار زياده
لسه الكوبري على جنب اللايف وهذا الفلتر حقتي يا لبيه يا عبد الله ترى وكبرت وصار عندك فلتر تس حياية المحترم احترمه انا الريحة حطيتن عندي كمان ستو اميرة بس من ايمان صالح بتشتروها ب 150 انا هون بدي غليها ما خصني واقفة على ستاند عندي بالمحل اغلى ما خصني انا حطيتهم عرض انتي ممكن تعجبكم على العرض هلا المغتربين بنعطيهم اياها ب 200 مش عارف قد بتسعرها كمان عندي ايمان بتجيبوها 150 بس هلا انا دغري بتشكون يوم داج دغري هيك خذوها من سيدا المغتربين يدفعوا بيطلعوا دولار مريم علامة انتي بالمحل اها يلو مريم علامة ايه انا بالمحل اذا عم تحضريني على اللايف انا بالمحل انزلي مريم علامة بتبين الغرة يلو بيه يا مريم هذا اول غرة تدس عندي اول غرة تدس عندي وينك يا مريم تعالي اذا بتحضريني اللايف تعالي تعالي ما حدا حيجيب لي اخرتي الا هالغرة خلاص بينوهن صبغونو بينوهن المحترم احترمه اشرب دمه بدي سلامة عمرك معاش حدا يسألني اذا بدك شي معاش مش عم بتحمل صراحة شو؟ اوكي حبيبي دير بالك على روحك الله معاكم ما تنسوا بكرة تجوا على الدوام قالوا بنبه علي نجوا على الدوام اطلق مرضي عبد الله تنقل لك مش عم صدق يا اقسم بالله النبي علي نجوا على الدوام يا ربي يا ربي مش عم بقدر انسى اللي انا فيه الله يا لبي المحترم احترمه زهقت خلاص راحوا اللي بيدلعوني شو بضل قاعد اعمل انسى بستيقية وكرر يوم التنان يوم التنان راح افتح عادي سامعين ولا مش سامعين سامعين اكيد اوكي ف تعوا نهار التنان بس ما تقولوا انا قلت لكم ماشي تجرسوناش اوكي بس الافتتاحية يمكن يوم الجمعة ان شاء الله اوكي يوم التنان بتجوا اللي بده يجي انا قاعد هنا لايك بدها في اي بي بدها في اي بي مريم حمو سرقت الدراهم والدولارات اخذت مني 800 دولار وقت شو اسمه كورونا تعرف ايش كورونا في الشاهين اخذ فايزر وملقح اوكي كافي ستو اميره مفرق الشبريحه جنب كريمينو روح يا كريمينو بيطلع لي قطعتين جاتو اسا ببلش بتجيبهم وبتدرمل لهنا باي لانزل خليني كفو يقولوا لي عبد الله خليني كفو يقولوا شوفوا بس فتحت الكافيه صاروا يدقوا لي قلبات تعمل لنا دعايه تعمل لنا دعايه عرفوا اسمي كبر وزادوا متابعيني 210,000 شخص زادوا المتابعين 210,000 اسم مش على انستغرام فيسبوك انا بحب الفيسبوك وني كابل الناس اللي على انستغرام كلهم عم يتمركزوا وتكحل ايش خلي المحترم احترمه والمش محترم نشرب دمه اندريري اندريري والمقهور من اوكي لطيف لا يرجع ما يهمني امره احب فنزاتي باي السلام عليك احبكم حيل فنزات حبيباتي المنتشراتي
شوفوا بكره الصبحيات في عندي يوم اسمه جقه، بقعد هنا تتربعوا هنا، جايين كثير عوانس من برا تتربعوا هنا وبنقعد لت وعز نشوف فيها اخبار على السوشيال ميديا من لت وبنعزم فيها. ححدد يوم له خصه باللتيت وبالعجنيت قسما بالله، وماكريفونيت وضحك، وحتى حنعمل هيدي شو اسمه هلا بتغني اصواتكم النشيز اللي ما نسمع اصواتكم، عرفتها هيدي كارا اوكي، هيدي كل واحد صوته بالجمل اللي طالع بطلعه المدينه المنوره، نفس الشيء كمان حنعملها. عجبكم يا لبي؟ ما عجبكم مع الزلام. كيف كيف حر انا بكيف بدي مدشكم، اقسم بالله مدشكم. يلا كياتا تعرف نظر لي كياتا، انظروا لي كياتا عادي، ما تنظروا لي كياتا مش عادي. مليت انا ترى مليت، عرفته كارا اوكي. ايه كارا اوكي بعرف، كل حدا حنجرته هيك طالع طلعت المدينة المنورة يبعت ليزي على الكراوكي بس تعمل، بس حدد هلا مش محدد انا الصبحية بس للنسوين. لا انا سوين العميت على الكنين على هود الركب ليوصل، اقسم بالله لما خلي حدا صحبي مع حدا روق. اها في رقاصات؟ لا في رقاصات. اها يا لوبي باي.